استنكرت المنظمة العربية لحقوق الإنسان الحصانة الكاملة التي منحها البرلمان اليمني للرئيس علي عبد الله صالح، واعتبرتها مخالفة للاتفاقية الدولية، وأكدت المنظمة أنها ستعمل مع كافة الأطراف اليمنية والعربية والدولية لضمان ملاحقة الرئيس صالح والذين تورطوا معه بارتكاب جرائم وانتهاكات جسيمة بحق الشعب اليمني. للمزيد حول هذا الموضوع معي عبر الهاتف رئيس الرابطة الوطنية للمحامين الأحرار المحامي صالح أحمد ذيبان، معي عبر الهاتف من صنعاء. سيد ذيبان، أرحب بك في حقوق الناس، وسؤالي الأول لك: هذه الحصانة التي هي أتت في سياق سياسي معروف، ما كمحامي من الناحية القانونية والقضائية اليمنية ما هي قيمة هذه الحصانة؟ شكرا جزيلا. في الحقيقة المستغرب بأن هذا القانون الذي جاء بعدة مواد بسيطة لا ترتقي لتناول أهميته من كل النواحي، جاء في ديباجته أنه يستند إلى دستور الجمهورية اليمنية، ونحن نعلم أن دستور الجمهورية اليمنية أتى ليحصن دماء الناس من الانتهاكات ومن الجرائم التي تلحق بهم أيا كانت هذه الجرائم مهما كانت بساطتها، فما بالكم عندما ترتقي هذه الجرائم إلى جرائم ضد الإنسانية، جرائم ممنهجة وجرائم قائمة على القتل دون حسيب أو رقيب ودون مخافة من الله أو من أي تشريعات وضعية سواء كانت محلية أو دولية. وبالتالي فنحن نعد هذا القانون كأن لم يكن ولا يساوي المداد الذي كتب به، ولكنه من الناحية السياسية هو عبارة عن مدخل لمصالحة سياسية أو لإتمام جزء مهم جدا من مصالحة سياسية تم التوافق عليها برعاية دولية وإقليمية لإخراج اليمن من مأزق الحرب الأهلية. طيب إذن بناء على ذلك، هل لتلك المصالحة السياسية أن تكبل القضاء اليمني أو ومن يريد أن يتابع بهذه القضية ويعترض على تلك الحصانة وينقض هذه الحصانة حسب القانون وحسب القضاء وحسب الدستور اليمني نفسه؟ لا توجد أي تشريعات في الأرض تكبل حق الإنسان في الاختصاص للدماء التي أهدرت، وبالتالي فإن هذا القانون لا يرتقي إلى المستوى الذي جاء من أجله أو لمعالجه. هناك مفاهيم بسيطة جدا تضمنها هذا القانون تؤكد مسائل مهمة جدا، أن هذا القانون جاء ليعالج أو ليمنح الحصانة لعلي عبد الله صالح الرئيس السابق ولكل القادة الذين عملوا في المؤسسات السياسية والمدنية والعسكرية والأمنية، ومنحهم حصانة عن كافة الأعمال التي قاموا بها لدوافع سياسية. التوصيف القانوني لهذه العبارات سوف يدخلنا في جدل ولن نصل إلى نتائج معينة، فبالتالي الانتقال إلى الشق الثاني من الفقرة من المادة التي ضمنت منح الحصانة، وهو ما لم كافة الأعمال التي ما عدا الأعمال التي اتصلت بأفعال إرهابية، وهنا سيدخلنا في نقطة ثانية من البحث وإدخال الأفكار والصراع الفكري والجدلي بين التيارين الأساسيين في اليمن الآن اللي هم حكومة الوفاق والساحات. فبالتالي هناك دماء أهدرت، كيف نستطيع أن نوصف الأفعال التي قام بها هؤلاء المسؤولون الذين منحوا الحصانة؟ الشارع لا يعلم ما هو المشروع السابق الذي تم تعديله ولماذا أدخلت تلك الاعتراضات. طيب اذا يعني هل افهم منك بان لا نقد هم المسؤولون الذين منحوا هذه الحصانه وكم عددهم؟ هو عن هذه السؤال التالي، هو عن عدد المسؤولين الاخرين، حيث ان هذه الحصانه التي منحت للرئيس اليمني كانت كامله، بينما لم تكن كذلك بالنسبه للمسؤولين الذين قد ادمجوا بهذه الحصانه، فكانت حصانه جزئيه او حصانه سياسيه. يعني ما تفسير هذه الحصانة على يعني على الأرض قانونيا حسب القانون اليمني؟ ما هي الأفعال التي فعلا حصنوا من المحاسبة حولها والتي لا يمكن أن يحاسبوا حولها؟ تخيل عزيزي أن هذا القانون رغم أهميته ورغم أنه حديث الساعة وسيظل كذلك إلى وقت طويل جدا إلى أن تحل هذه الإشكالية، أنه لم يحظى بأي تفسيرات لا من وزارة الشؤون القانونية في حكومة الوفاق الوطني، ولا أخذ حقه من النقاش المستفيض والعملي والعقلاني والعلمي في توصيف المواد التي ضمنها هذا القانون. وعلى سبيل المثال مفهوم أن المسؤولين الذين عملوا في المؤسسات المدنية والعسكرية والأمنية سيتمتعون بحصانة من الملاحقة البنائية فيما يتعلق بأعمال ذات الدوافع السياسية قاموا بها أثناء أدائهم مهامهم الرسمية. خرج وزير الشؤون القانونية بعد المصادقة على هذا القانون في مجلس النواب
ليطلعنا بمقتطفات لا تتعدى الخمسة إلى الستة أسطر حول شرحه لمفهوم الحصانة التي تم منحها لهؤلاء المسؤولين دون أن يسموا ودون أن توصف وصفا علميا دقيقا قانونيا وقضائيا من الناحية القانونية والقضائية مفهوم الحصانة الأعمال السياسية التي قاموا بها. هل الحفاظ على أو تنفيذ التوجيهات السياسية التي تحصل عليهم من حزبهم الحاكم السابق المؤتمر الشعبي العام والقاضي بقتل المتظاهرين في الساحات سلميا يدخل ضمن مشروع أو ضمن الأعمال السياسية؟ نريد أن نفهم مثل طيب هذه النقاط. هل يعني أنتم كمحامين يمنيين هل تقدمتم بطلب إلى الحكومة اليمنية الحالية حكومة الوفاق الوطني، هل تقدمتم بطلب للحصول على شروحات على حول هذه الحصانة وتفسيراتها؟ نحن قبل أن يرفع المشروع وقبل أن يتم مناقشته في مجلس النواب رفعنا تصورنا إن كان ولا بد أن يصدر هذا القانون على اعتبار أن اليمن تعتبر حاليا تحت الوصاية الدولية وتدار من قبل من ترونهم كل يوم بلقاءات مع قادة اليمن الحاليين من دول الاتحاد الأوروبي وأمريكا وفرنسا وبريطانيا والدول الإقليمية المجاورة وخاصة دول الخليج والأمم المتحدة. نحن الآن لا ندار بإرادة سياسية حرة ولكن لإتمام مشروع المبادرة الخليجية نتطرق إلى نقاط معينة، وهي أن هذا المشروع كان يجب أن يتم ولكن أبدينا تحفظنا على أن المشروع لا يزال في يكتنفه الغموض من مختلف النواحي قبل عرضه على مجلس الوزراء وقبل قبل إقراره للمصادقة عليه من قبل مجلس النواب، وقبل أن يصل إلى مجلس النواب رفعنا عبر وسائل مختلفة إلى وزير الشؤون القانونية أن من يمنح الحصانة فهو يقر بأنه ارتكب أفعال جرمية مجرمة قانونا ودستورا، فبالتالي يجب عليه أن يخرج من المشهد السياسي والمدني ويمنع من تقلد الوظائف العليا أو وظائف الوسطى، وكذلك يمنع من ممارسة كافة حقوقه السياسية والمدنية، أي بمعنى أنه لا يحق له تأسيس الأحزاب ولا يترشح ولا يشارك في الانتخابات، لأنه بحث عن الحصانة لتيقنه من أن لدى الشعب ملفات عليه تجرمه ولكي يتهرب من العقاب. على كل هل تنوون التوجه لسحب تلك الحصانة قانونيا وبنقض هذه الحصانة التي منحت للرئيس اليمني ورفاقه؟ نحن على اتصال مباشر ومتابعة مباشرة وخاصة لردود أفعال المنظمات الدولية والإقليمية، ومثل ما تفضل في مقدمة هذه المداخلة أنه المنظمة العربية لحقوق الإنسان وكذلك مفوضية سامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة وهيومن رايتس ووتش وكذلك جميع المنظمات الدولية المعنية والإقليمية والمحلية أبدأ تحفظها، لأن هناك شقين فيما يخص الملاحقة القضائية، هناك الشق العام وهناك الشق الخاص. الحق الخاص لا زال المواطنين متمسكين بحق ودماء أبنائهم التي أهدرت في الساحات، وأيضا المسألة المتعلقة بأن هذا القانون يعتبر قانون سيادي، من أين أتى بهذا التوصيف؟ لا يوجد توصيف أي قانون. إذا كان الدستور يعرف بأنه أبو القوانين ويحق للشعب أن يعدله أو يلغيه للمصلحة الوطنية، فكيف لهذا القانون لا يجوز إلغاءه أو تعديله بأي حال من الأحوال؟ فهناك العديد من الخروقات والتجاوزات التي ارتكبت في ديباجة هذا القانون، وهي ستكون محل البحث والدراسة وستكون مداخل قوية جدا لاستمرار أو لإظهار الحق في ملاحقة علي عبد الله صالح ومن شملهم قانون الحصانة. شكرا جزيلا لك المحامي صالح أحمد ذيبان رئيس الرابطة الوطنية للمحامين الأحرار، كنت معنا من عدن من اليمن، شكرا جزيلا لك.